نقطة واحدة بدر بانون كي كيجي يكون في المنتخب واش يستاهل يكون قلب دفاع المنتخب المغربي؟ لا حيت كنلاحظوا باللي مظلوم في المنتخب. واش انت رجاوي ولا ودادي؟ لا ما رجاوي ما ودادي، انا مغربي وبغيت ندوي. كنلاحظوا ان بدر بانون لاعب اللي تبارك الله عليه في الكارير ديالو غادي مزيان، كانوا عنده شي تذبذبات مشى للاهلي تبارك الله غادي في كارير مزيان. كيف ما الا دوينا على بدر بانون غندويو حتى على داري اشرف داري حتى هو غادي مزيان. علاش هاد جوج الناس ما نشوفهمش حنا في المنتخب؟ باين فيك رجاوي. لا لا ما رجاوي ما ودا انا باين فيك رجاوي. انا نهضروا على بانون من الناحيه التقنيه، بانون لاعب كبير باش ما غنبقاوش نكذبوا ولا غنبقاو هنا هادي ما داخله فيها لا رجاوي ما كاينش. نعم بانون نهار كانت الاهلي فريق القرن ولا فريق مع شنو محتاج لواحد مدافع مشاو خلصوا عليه الفلوس وداوه. غنجي انا اليوم ولا انت ولا الاخر نقولوا بانون ماشي كويري، دونك هذه تخربيق. بانون عنده ما يقول في البوست ديالو، عنده العيوب ديالو، ولكن السيد بروغريسا لقى ناس اللي مشى عندهم وكبروا به، صحافه اللي كبرت به وعيطت ليه السلطان وهذا، فلاعب راه سي عطيف داز لاعب، فلا موتيفاسيون داز داك البوست وداز في داك البوست، فداك لا موتيفاسيون من الصحافه ومن من الفريق ومن هذا، فكترفع من المعنويات اللاعب وكيبقى دائما مركز وكونسونطراسيون كتكون عنده طالعه باش يحقق الاداء باش يرضي الجماهير ديال المغرب ولا ديال الاهلي. هادشي اللي ناقصنا في الفرق المغربيه. نقول لك كلمه واحده على بانون، لان انا داك البوست لعبته 15 عام تقريبا، 15 عام تنقول لك مع اللعابه الكبار ماشي تنقول لك اللاعب بانون انا تيعجبني. علاش؟ لان تيدير داك اللعب اللي كتلعب عليه، الانتيسيباسيون عنده زوينه، تيخرج وتيشد كره لا رولونس ولا رولونس تيعطيها لك في رجلك تيقول لك هاكول هاكول سير كول ليه عاد رجع لي هاد كول لاعب مشى اللعب ديال الجولف من هنا صيفط لي العيون. اليوم في المنتخب المغربي داكشي اللي كاين، داكشي اللي كاين هو بانون بهادشي باش يعجبني انا ولا كمل لا كمل بحال هكاك. غير هو مازال في البلاسمون ديالهم اللي تيكون في لا ديفونس خاصو يبدا يميل شويه جيت العسليه، ما يبقاش لان تيميل بزاف لدرواته، هو خاصو شويه يخدم ديك الرجل العسليه هو درواتي كيمشي لدروات بزاف. ونتمناو ليه النجاح تما في مصر، كنتمناو لبدر بانون النجاح ولداري كما قلنا اشرف داري حتى هو اشرف داري يستاهل المنتخب. يلا باقي جاي في الطريق، مازال صغير مازال صغير باقي صغير وباقي عنده اخطاء في الدفاع صراحه. داري اللي كيقدم مستويات كبيره ولكن عنده عيوب في خط الدفاع، كنتمناو ليه يصلحهم ويزيد القدام. ونتمناو في المنتخب الرديف اللي غيلعب لاكوب داراب وغيشدهم عمو، تنتمناو يكون الديو ديال بدر بانون واشرف داري حيتاش الا وقال احسن ديو كاين في المغرب في لا ديفونس الا ما استثنيناش البوفتيني لاعب حسنيات اكادير. اذا كنتمناو نشوفوا هاد الثنائي. ما نساش لك بوطويل حتى هو بوطويل اللي غادر المعسكر صراحه، فبوطويل غادر المعسكر ديال المنتخب بداعي الاصابه دونك راه غيكون بانون وقيله كما قلتي اشرف داري، وغنشوفوا شكون اللي غادي يدير مع اشرف داري ولا شي واحد. الهضره كثيره على المنتخب المغربي، ما غيسعفناش الوقت، غنبقاو نهضروا بزاف والمنتخب المغربي ديما غنبقاو نهضروا عليه دائما، حيتاش دائما كنلاحظ الان مازال ما لقيناش بالغيره، مازال ما لقيناش داك الفرقه او داك المنتخب اللي قادر ينافس ويسد لينا الفوم. بغينا اللي يسد لينا 2004 ما تسد لينا الفوم ديال المنتخب.